يريد ارجاع الاموال. الشعب يريد ارجاع الاموال. الشعب يريد استرجاع الاموال. اصوات قد تكون لسان حال اكثر من 100 الف مواطن اردني وضعوا جل ما يملكون من اموال في استثمارات ما سمي شركات البورصات العالميه، او كما سماها البعض بعالم من البورصات التي قد تضيع فيها مئات الآلاف بل الملايين بقرار استثمار خاطئ أو عملية احتيال ذكية تغلف بقالب من السكر مفاده أرباح شهرية مضمونة على مبدأ قليل مستمر خير من كثير منقطع، ولكن صفة الانقطاع لم تذر القليل ولا الكثير. والله تجربتي الشخصية هي دمار، يعني دمار لأيلي ولا عائلتي ولا حتى لأولادي. يعني أنا حتى عرفت أولادي على الوسائل الإعلام للبيع، والله العظيم ما ظل علينا يعني إلا بس يعني نأخذ من الشؤون، وإحنا كنا يعني زي ما أنت شايف كلها شباب متعلمة وبتحمل شهادات. اللي بصير معنا يعني اللي صار معنا مش عارفين شيء. يوم بطلع رئيس الوزراء بقول لك اطلع اشتكي على الشركات، يوم بطلع رئيس وزراء الثاني بقول لك نصب واحتيال، بطلنا نثق بأي حكومة. الأموال التي وضعها البعض في تلك الشركات قدرت من قبل أطراف محايدة ب 500 مليون دينار، استرجعت الدولة منها ما يقرب من 300 مليون دينار، قسمت بين أموال منقولة وصلت إلى 55 مليون دينار، وأموال غير منقولة من عقارات وسيارات فارهة قدرت ب 158 مليون دينار. الوعود الرسمية التي قطعت في عهد حكومة نادر الذهبي بإرجاع 50% من حجم هذه الأموال لم ترجع الحكومة منها، وبحسب آراء المعتصمين هنا سوى 33 مليون دينار دفعت هؤلاء للمطالبة باستكمال توزيع تلك الأموال بما يحقق الحد الأدنى من العدالة. نعترض على موضوع آلية التوزيع، الطريقة اللي بتم بها التوزيع. أنا ما بعرف يعني اللي دخلوا جوا أمن الدولة بيحكوا إنه مرات بيحكوا بورصة حقيقية ومرات بيحكوا بورصة وهمية، بدنا نعرف الصح. احنا هاي الشغله الثانيه هاي موضوع شعب، حلوها يا اخي وخليها الناس تعيش. يا اخي العزيز، المواطنين بيعانوا خاصه في محافظه اربد. الاخ بطل يحكي مع اخوه، العم بطل يحكي مع عمه، غير القضايا المدنيه اللي صار الناس تحلف يمين بها زور مشان تنقذ نفسها. كثير من المطلوبين نايمين ببيوتهم واسرهم، يعني والله العظيم بعرف احد الاشخاص ما لقى حق علبه حليب لا بنته. آليات استرجاع الأموال وتوزيعها والحجوزات على أصحاب الشركات ممن تورطوا بقضايا ما سمي البورصات الوهمية لاقت رضا البعض، بل أنهم رأوا في آلية التوزيع عدالة وإنصافا للكثير من المتضررين. فالحكومة حملت على عاتقها إرجاع أموال أودعت لدى القطاع الخاص. فيما يتعلق بمسألة التوزيع، يعني أود أن أشير هنا إلى أن الجهاز القضائي ممثل بأمن الدولة، وأنا كنت يعني أحد الأشخاص اللي كان يراقب عمل هذا الجهاز عن كثب، وحقيقة كانوا يوصلون الليل بالنهار، وهم بطبيعة الحال استطاعوا خلال فترة وجيزة جدا أن يسترجعوا الكثير من الأموال، سواء كانت أموال منقولة أو أموال غير منقولة، يعني عقارات سيارات وما إلى ذلك. وبالتالي يعني كان التوزيع نوعا ما يعني منصف. الكثيرون ممن تواجدوا هنا اليوم حملوا بعض الأطراف مسؤولية ما حدث، بل أن بعضهم لم يبرئ نفسه من قرارات استثمارية خاطئة أودت بأمواله إلى الضياع، ولكنهم يرون في الوقت ذاته أن الولاية العامة للحكومة توجب عليها التدخل لمنع تجاوزات قانونية من هذا الطرف أو ذاك. هذه المسيرة اليوم مختلفة عن غيرها من المسيرات، فمن خرج بها هم المتضررون مما سمي بشركات البورصات العالمية، فمن كان يعتقد منهم أن الأموال التي أودعها في تلك الشركات ليجلس قرير العين في منزله سوف تخرجه منه للتظاهر في الشارع، ليطرح سؤال أكبر من ذلك: من هو المسؤول عن ذلك؟ هل هو التقصير الحكومي أم الركض وراء الربح السريع؟ فراس محافظة لبرنامج نبض البلد.